الخطوة التانية عندك في كابتن حسام البدري في عقده شرط ان هو لو عاوز اي حد يستغنى عنه من الجهاز يستغنى عنه. العلاقة على فكرة علاقة كويسة جدا، انا ما اعرفش ايه البلبلة اللي بتحصل، ولو العلاقة مش كويسة مش هتعمل نتائج. خلي بالك دي حاجة، الحاجة بتاع ان هو لو عاوز يمشي اي فرد من الجهاز يقدر، اي حد من الجهاز، اي حد من الجهاز باستثناء محمد بركات. ان محمد بركات هو تابع للاتحاد المصري ولكن العلاقة جيدة، يعني هو ده هو مدير كورة، هو ده عمل اداري، انا بتكلم على العمل الفني. فدي حاجه. الحاجه الثانيه العلاقه جيده جدا بيننا وبين كابتن حسام، في ظهره جدا. يمكن وانا مسافر توجو قلت كل تصريحاتي هنكسب، حتى مع اللعيبه ما قعدت معاهم تشرفت ان انا اقعد معاهم، قلت لهم يا جماعه احنا هنكسب، ده الطبيعي. مش على فكره دي ثقه باحترام، مش ثقه برغي، ثقه باحترام. انت مصر هتكسب ان شاء الله. انا كنت عندي رؤيه، كابتن حسام واثقين فيه جدا، كل الدعم ليه. يا جماعه ده مدير فني وطني، ايه كميه الانتقادات دي؟ حاسبه بعد ما يخلص المهمه بتاعته، لكن مش دلوقتي.